بس في نفس الوقت في جزء بيحبني حب مبالغ فيه. شلتك يعني؟ لا انا شلتي انا اللي بحبها حب مبالغ فيها. هما طبعا بيحبوا بس انا بحبهم جدا، انا بحبهم اكتر. لكن لا في ناس من الوسط بيحبوني جدا طبعا. ما كانوش في شلتي وانا ماليش في شله يا عم، احنا كبرنا وماشي نخرج. لكن في جزء بيكرهني، في جزء بيكرهني وما اعرفش بيكرهوني ليه والله. يمكن صعودك السريع هو اللي عمل كده. سريع يمكن. وقصاد كده قعدت في بيتنا من 2016 ل 2018 يعني. عايزين ايه؟ في ايه يا جدعان؟ أيوة لا انا مش حق. مش ملاحظ انه ده كان برضه بسبب انه لا ده بسبب ربنا. لا انا ما دخلتش بشر ابدا في حاجه كده. انا في 2016 كنت من اعلى خمس اجور في مصر. وفي 2018 اللي مصر كلها كانت قاعده انا اللي رجعت بمسلسل في منصه حاجه بتفتح باول وجديد. احنا ملناش دور في الرزق وملناش دور في الشغل، احنا بنعمل اللي علينا. اللي بيعمل الحاجات دي ربنا. فاللي بيكرهوني او اللي بيحبوني او اللي بكرههم او بحبهم ده مش هيأثر عليهم، مش عمره ما هيكون سبب في ان انا ما اشتغلش او اشتغل. انا بقول لك يعني هل يعقل ان واحد من اعلى خمس اجور يقعد في بيتهم 3 سنين؟ لا، بس ربنا اراد ان انا ادفع ليلى علوي. ماشي ليلى. طب هي وهي تمتلك السيناريو مش كانت ممكن تقول لي لا؟ تمام. هي قالت لي ليه؟ لا هو لا ليلى كمنتجه وفاهمه وعارفه، لا دي واحده وسكه فنانه ومطلقة. بس هي دي النقطه. انا ليلى بالذات اللي حصل ان هو فيلم كتبته قبل نيران صديقه. السسبنس زي الكوميديا، يعني النوع الوحيد التراجيدي شيء ثابت على مدار العمر، يعني مدار التاريخ شيء ثابت. التراجيدي شيء حاجه واحده تقدر يعني بتتطور بس مش بتقدم، لكن الكوميديا بتقدم والسسبنس بيقدم. دي الحاجه اللي الناس مش قادره تفهمها، ان التشويق بيقدم طبعا لانه تمام. تقنيات جديده. لا مش تقنيات، تقنيات كتابه. بالظبط. ف انا في نيران صديقه كنت اخدت خطوه في السسبنس. انا شايف ان انا لو عملت الفيلم بتاع استاذه ليلى هبقى ما عملتش حاجه جديده. رحت قلت لها كده بس. فده مش جنان صدقني. انا شايف ان ده على فكره انا شايف بقى ان ده هو انا طبعا فضل من ربنا وربنا مديني بزياده ويمكن اكتر ما استحق، ولكن انا شايف ان اللي شايفين انها قفزات هي مش قفزات على قد ما هي بعد توفيق ربنا اختيارات. افكر افكر وانا مشيت من افراح الاب وممكن اكون مش صح بس بفكر. فاهم قصدي؟ يعني لازم بفكر. يعني هل في سبب يعني في اخطاء؟ زي ما في اخطاء في حسابات صح. حسابات صح. بس هم بقى انا شايف ان هم اللي بيقولوا دولت بس. لا هم ما بيكرهونيش صدقني، ما بيكرهوني بس انا بقول لهم حقيقتهم في وشهم بس. وعشان هم مش بتوع شغل. لا ما ده مش هسيبها، مش هعديها، مش هعديها. هنقول عليهم لا مش عايز اسامي بس انا بقول لك يعني هم مش بتوع شغل يعني. فلما بيظهر حد عموما بيشتغل مش بقول موهوب بيضايقهم عشان خاطر ايه ده، هو في ناس بتشتغل؟ طيب انت اشتغلت حاجات قبل ما تشتغل سيناريو؟ كتير. اشتغلت ايه بقى؟ كتير قوي. لما تقول اشتغلت ويتر صح؟ لا مش ويتر. اشتغلت لا هو مش ويتر، هو صبي وجاه. يعني اللي بيقف على اللي بيشوي اللحمه ده اسمه صبي وجاه. فانا اشتغلت لكن ما كنتش بقدم. هو مش مطعم تقديم، مطعم سندوتشات يعني. في مكان جوز بنت خالتي شركه اشغال بحريه اشتغلت فيها ثلاث مرات على ثلاث مراحل عمريه. ففي منهم مره كنت مرمطون ومعايا مش عيب يعني. المره الاصغر كنت صغير خالص. ماما كانت مصره ان احنا نشتغل وهي بتدي المصروف. يعني لازم نشتغل. من واحنا صغيرين. دي كانت شهر لازم. بس خلي بالك ان ده اهم حاجه. احنا كلنا اعتقد كلنا يعني شفت قليل اللي شفتهم بيشتغلوا في السويس. احنا كلنا ف مرمطون وبعد كده اشتغلت ومحاسب والخرده طبعا. الخرده دي اهم مرحله، دي اهم تجربه في حياتي اللي هي بتاعت الحاجات البحريه اللي هي لا الخرده.
يعني لو احنا قلنا المكان الولادة عيلتي اللي هي ليها خصوصية جدا، وبعد كده المكان اللي تربيت فيه، وبعد كده تجربة صحابي الأشقية وتجربة الخردة، دي دولت أكتر وعلى رأسهم الخردة بقى، ده عاصمة جهنم. ده الواحد من 100 اتكتب في عاصمة جهنم. بس عاصمة جهنم ده اسم الشارع عندكم؟ لا، عاصمة جهنم شارع المنطقة الجزء اللي جنبك يعني. لا لا، الأمان. مش الأمان اللي هي قدام ال، عارف الأمان؟ اللي قدام المقابر القديمة. هي دي اللي كنت أقصد بيها عاصمة جهنم. لكن عاصمة جهنم التانية دي البراجيلي اللي احنا لكن لا، أنا كنت أقصد الأمان عندنا يعني. بس ما بقتش زي الأول. لا ده دلوقتي يعني ينفع يدخل أمان؟ الأمان دي زي الأمان دي كانت أيامها، ما يعني يوم ما كتبت الثانية وما كنتش بعرف أدخل، يعني بدخل بحماية الوكالة. دلوقتي لا خلاص، وفرن وفي نادي فيديو ومحل فول وطعمية كاشير وبيع هدوء، بيع في ملابس وفي الضرايب و ايه تاني؟ ضرايب؟ اسبوع 6 ايام و انت موظف يعني؟ انا انا ادوني ايام ايام التحصيل، ايام اللي كنت اشتغلت محصل، مش اشتغلنا تدريب، لا اما محاسب لا اما محصل في التدريب في الكليه، فكنت بحصل الكمبيالات والحاجات دي. تدريب ايه في الكليه؟ كنت تجاره. ايه؟ فاداني تدريب؟ كلينا تدريب بس ما بروحوش، انا بحب اعمل الحاجه صح. فعملت تارجت 100% المفروض تاخد شهرين. عدوني يعني ادوني الشهاده وقالوا لي غلط، لان البنك المفروض ما يعملش التارجت 100% عشان يفضل ياخد فوايد. فانا تبت والله العظيم، انا عملت جبت لهم كل نتائج، كنت اقعد تحت البيت بست 4 ساعات نفس الثلاثه بتاعت الفيسبوك، اقعد تحت البيت ب5 ساعات كده. المحل عارف ان هم اشغال بحريه فبيفتحوا بالليل عشان المركبه، فاروح نطيت لهم بالليل الساعه 1 بالليل لاقيهم قدام. تبت. طب انت امتى هتبطل تغني في الليفه؟ امتى هتبطل اغني؟ لما يعني ام كلثوم قعدت تغني. انا موجود بقى. انا حقيقي والله مبهرج يعني. انا عارف طبعا صوتي وحش يعني، انا لو في حاجه 1% عنده ذره ان انا مقتنع ان صوتي حلو ده يبقى مش فاهم حاجه خالص. بس انا بغني من وانا بحب الغنى، انا يعني لو ينفع نبدل بنفس اغنى. ما فيش حاجه بتبسطني في الحياه قد ان انا اغني. اكتر غنوه بتحب تغنيها ايه؟ حانه الاقدار. بقول لك بغني من وانا عندي 5 سنين على السلم وانا طالع وانا نازل. حتى اما سبت البيت ورجعت كان اما ففي جار عزل وسكن جار مكانه، فانا ما يعرفنيش، فجيت فطلع الساعه 3 العصر جاي ازور ماما بعد سنتين من مشيت مثلا، عارف ايه؟ فانا بعمل الطبيعي اللي هو بقى لهم كل عماره عارفاه، وما فده بيفتح وبيزعق قوي وانت مين وما اعرفش ايه. فانا قعدت اوصله كده اهو، وطبعا انا بارد، رحت ايه بعد ما خلص كملت غنى ورحت. فراح اشتكى لطنط، دخلت اللي هي صاحبة البيت يعني، قالت له عزل. والله فاهم الموضوع واصل لايه، والله مبهرج. قالت له عزل. فالموضوع منتهي يعني.